مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 الستوري تايم، اليونت الخامس الدرس المخصص للستوري. احنا عرفنا أنه بنهاية كل يونت أكو قصة، وهذه القصة مطلوبة بالامتحان التحريري، لذلك حاولوا تسجلوا المعلومات اللي راح نطلعها، لأن بعد قليل راح ناخذ الأسئلة المتعلقة بالقصة. هذه الأسئلة وهذه القصة مهمة جدا بالامتحان التحريري. شنو اسم القصة أو عنوان القصة؟ كاري in the jungle. هاي البنية اسمها كاري، كاري في الغابة. بالبداية يقول لي listen، استمع. استمع للأستاذ هو يقرأ القصة. read، اقرأها أنت بينك وبين نفسك أو بصوت عالي للأستاذ يشارككم داخل الصف. and find out، واكتشف. اكتشف أجوبة هذه الأسئلة. شنو الأسئلة؟ السؤال الأول يقول لي what is كاري doing؟ ما الذي تفعله كاري؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بأسفل القصة يقول لي What is Carrie looking for؟ ما الذي تبحث عنه كاري؟ إذن راح نقرأ القصة، نوضح مفرداتها ونتعرف على أجوبة هذه الأسئلة. هذه الأسئلة يسألها الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف كتحضير يومي. أما الأسئلة الموجودة في كتاب النشاط فهي أسئلة مهمة جدا، راح نوضح القصة وبعدين نتطرق لحلها. أولا بالبداية شو يقول لي؟ يقول لي Carrie moved her eyes quickly. حركت كاري عينيها بسرعة. and her body moved to the left. وتحرك جسمها إلى اليسار. هنا ننتبه وياي. بالبداية من خلال القصة أو من خلال الصورة اللي منطيني إياها بالقصة، البنية هاي كاري اللي لابسة أحمر قاعدة على كرسي متحرك. إذا نستنتج استنتاج بسيط إنه هاي البنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتاة مقعدة. هنا إيش قايل لي بالجملة الأولى؟ قال لي كاري moved her eyes quickly. حركت كاري عينيها and her body moved to the left. وتحرك جسمها إلى اليسار. ما يقصد جسمها بالحقيقة، يقصد جسمها اللي موجود باللعبة. لاحظوا أنه أمامها شاشة كبيرة، وشوفوا بالشاشة شو موجود. موجود كذلك بنية لابسة أحمر وقاعدة على كرسي متحرك. إذن كذلك هذه اللعبة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. زين شلون تتحكم بيها إذا هي ما تقدر تتحرك؟ إيش قال لي؟ قال لي she moved her eyes، حركت عينيها and her body moved to the left، وتحرك جسمها في اللعبة إلى اليسار. إذا تتحكم بالشخصية اللي موجودة باللعبة عن طريق عينها، مثل ما راح نجي نوضح بعد أكثر. شو يقول لي؟ يقول لي that was close she thought. فكرت أو قالت بينها وبين نفسها that was close، لقد كان ذلك قريبا. she just missed a tiger that walked out in front of her. لقد فوتت تايجر، نمر فات من امامها. نمر فش قالت؟ قالت لقد كان ذلك قريبا، يعني النمر لو لايحها كان خسرت اللعبه. وراها يقول لي كاري كلوزد هير ايز، اغلقت كاري عينيها. شي واز تاير، لقد كانت متعبه. ذس واز هارد ورك، لقد كان ذلك عملا شاقا. شي اوبند ذم، فتحتها، فتحت عينيها. Just as a spider was looking her straight in her face. بينما كان هنالك spider، spider معناها عنكبوت، هذا العنكبوت اللي كان ينظر إلى وجهها مباشرة. وهذا النمر اللي فات من أمامها، إذن بالبداية فات من أمامها نمر وراد يخسرها اللعبة، لكنها اجتازته وهالنوع طلع لها، طلع أمامها spider عنكبوت. خلينا نجي نشوف شلون اجتازته. شو تقول؟ يقول she moved her eyes down، حركت عينيها إلى الأسفل. and felt her body drop away from the spider and back to the safety. إيش سوت لما شافت هذا العنكبوت؟ إيش سوت؟ حركت عينيها إلى الأسفل. she moved her eyes down and felt her body، وشعرت بأن جسمها، أعيد يا جسم، جسمها اللي باللعبة اللي موجود باللعبة مو جسمها اللي بالحقيقة. and felt her body، وشعرت أن جسمها dropped away from the spider، سقط من هذا العنكبوت. and back to the safety، وعاد إلى الأمان. إذن بالبداية طلع لها تايجر نمر وخرت عنه، طلع لها spider عنكبوت. سوت؟ she moved her eyes down، حركت عينيها إلى الأسفل. and back to the safety، وعادت إلى بر الأمان. now where is it؟ where is that key؟ إيش قالت؟ سألت نفسها. she asked herself، سألت نفسها. إيش قالت؟ قال now where is it؟ وأين هو الآن؟ where is that key؟ أين هو المفتاح؟ المفتاح اللي إذا لزمته هو اللي راح ينهي اللعبة أو يخليها تفوز باللعبة.
moving her eyes around the trees وتحرك عينيها حول الأشجار تدور بين الأشجار وين المفتاح اللي راح يخليها تفوز باللعبة in front of her تحرك عينيها على الأشجار التي أمامها out of the corner of her eye she saw something shine in the sun شوف هنا ايش يقول لي يقول لي out of the corner على الزاوية of her eye زاوية عينيها she saw something shine كان هنالك شيئا مشعا in the sun في الشمس she turned her eyes to a tree on her right وحركت عينيها شوف تلاحظون كل الكلام ده يقول انه هي متحكمة باللعبة عن طريق عينها she turned her eyes حركت عينيها to the tree on her right على الشجرة التي على يمينها she moved her head forward شوف هنا حركت رأسها إلى الأمام and her flying chair moved closer to the tree شوف هنا ايش يقول لي لما حركت وجهها إلى الأمام her flying chair كرسيها الطائر شوفوا هذا الكرسي اللي أقصد عليه الكرسي المتحرك اللي موجود باللعبة كرسيها الطائر moved closer to the tree تحرك بشكل أقرب إلى الشجرة اللي موجود عليها المفتاح there it was وها هو ذا high up in a branch أعلى الغصن غصن الشجرة she looked up with her eyes نظرت للأعلى بعينيها and her chair flew straight to the top وطار كرسيها إلى الأعلى her hand reached out and grabbed the key easily يدها وصلت إلى الأعلى وأمسكت بالمفتاح بسهولة هذا هو المفتاح اللي تريد تبحث عنه على مود تنتهي من اللعبة فحركت عينيها إلى الأعلى واستخدمت يديها طبعاً مو إيدها بالحقيقة إنها اللي موجودة باللعبة وأمسكت بالمفتاح بسهولة أو بسهولة the screen filled with the stars and lights امتلأت الشاشة بالنجوم والإنارات in big letters وبحروف كبيرة the word game over appear ظهرت عبارة game over تعرفون شنو معنى game over انتهت اللعبة يعني فازت باللعبة أو انتهت من المرحلة اللي كانت تلعب فيها ظهرت بحروف كبيرة did you enjoy that asked Carrie's dad سألها أبوها قالها هل استمتعتي بذلك بتلك اللعبة جاوبتها طبعا مناسبة ما تقدر تجاوبها أعيد حتى كلام ما تقدر تتكلم راح نلاحظ أنه بعد هذا المقطع النصي أنه هي مقعدة ما تقدر تحرك لا أيديها ولا رجليها وكذلك ما تقدر تحكي فما جاوبتها بكلام مباشر إيش قال قال كاري turned her eyes on the button of the screen كاري حركت عينيها إلى أسفل الشاشة and a keyboard appeared وظهر الكيبورد شلون تكتب على الكيبورد slowly وببطء carefully بحذر كاري moved her eyes from one letter to next كاري حركت عينيها من حرف من أحد الحروف إلى الآخر typing out her reply طابعة أو تطبع جوابها لأبوها أبوها قال لها قال لها هل استمتعت باللعبة؟ هي ما تقدر ترد عليها فش سوى طلعت الكيبورد وبعيونها تحرك من حرف إلى حرف تختار حرف حرف على ما تقدر تجاوبها Yes dad نعم يا أبي I've just been to the jungle لقد ذهبت إلى الغابة jungle معناها الغابة إذن من خلال المقطع النص الأخير اللي قلناه أو اللي وضحه وضح لي أنه هي حتى كلام ما تقدر تتكلم إذن هي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وما تقدر تتحدث وشون تتحدث أو شون تقدر تتواصل ويا والدها أو شلون تقدر تلعب اللعبة كلها عن طريق هاي الشاشة اللي أمامها عن طريق عينها هذا كل ما يخص القصة وضحنا مفرداتها الآن نجي نجاوب السؤالين اللي يسألني إياه الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي يقول لي What is Carrie doing؟ ما الذي تفعله كاري؟ أقول له Playing أو She is playing A game تلعب لعبة هذا السؤال الأول السؤال الثاني شي يقول لي يقول لي What is Carrie looking for؟ ما الذي تبحث عنه كاري؟ قلنا أنه كاري من بداية اللعبة لنهايتها تبحث عن المفتاح The key المفتاح اللي راح يخليها تفوز باللعبة هذا كل ما يخص القصة وضحنا مفرداتها عرفنا على الأسئلة يسألنيها رسالة داخل الصف الآن نجي على الأسئلة اللي ممكن تجيني بالامتحان التحريري هاي الأسئلة راح نحلها أسئلة الحفظ مهمة جدا بالامتحان التحريري
بالسؤال الأول طبعا هو سؤال تمرين رقم واحد بكتاب النشاط، طلعوا صفحة 83 بكتاب النشاط. النقطة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي who are the characters in the story؟ characters معناها شخصيات، من هي الشخصيات اللي موجودة بالقصة؟ قلنا إن القصة متمحورة حول بنية اسمها كاري and her father. كاري وأبوها، ما عندنا غير شخصيات انذكرت بالقصة. زين، النقطة الثانية what is the story about؟ عن ماذا تتحدث القصة؟ تتحدث عن بنية about عن a girl، تتحدث عن بنت. ركز وياي، أقدر أقول البنية اسمها كاري، إيش بيها هاي كاري؟ who is on a wheelchair، اللي قاعدة على كرسي متحرك playing a game، وتلعب لعبة. هذا كل ما يخص السؤال الثاني. تقدرون تضيفون على الجواب، تقدرون مثلا تقولون she can't speak، لا تستطيع أن تتحدث، she can't move، لا تستطيع أن تتحرك، إلى آخره. لكن هذا الجواب المختصر. النقطة اللي بعدها what does Carrie do when she sees a spider and why؟ شوف إن أنا شو يقول لي، ماذا فعلت كاري عندما رأت السبايدر؟ شنو سبايدر؟ العنكبوت. why؟ ولماذا؟ ايش سوت؟ وليش سوت هيك؟ اولا اقول له she look او looks down، نظرت الى الاسفل. ليش نظرت الى الاسفل؟ to get away، لكي تهرب from the spider، لكي تهرب من العنكبوت. اكو طريقة ثانية او سبب ثاني افضل من هذا السبب، ايش اقول؟ اقول she uses her eyes، هي تستخدم عيونها to control، لكي تتحكم her character، لكي تتحكم بشخصيتها in the game، في اللعبة. إذا هذا سبب آخر، ليش هي نظرت للأسفل؟ لأن هي الطريقة الوحيدة اللي تتحكم بالشخصية عن طريق اللعبة أنها تستخدم عينها. النقطة اللي بعدها يقول لي why is Kari looking for a key؟ لماذا كاري تبحث عن المفتاح؟ خلينا نلونها على مود تعرفون أو تميزون هذا السؤال عن اللي قبله. لماذا تبحث عن المفتاح؟ أقول له the key، المفتاح will help her، سوف يساعدها to win the game، سوف يساعدها أن تنهي اللعبة أو تفوز باللعبة. أو أقدر أختصرها بإجابة مختصرة أكثر، إيش أقول؟ ليش تدور على المفتاح؟ to finish the game، لكي تنهي اللعبة. النقطة اللي بعدها where does Carrie find the key؟ أين وجدت المفتاح؟ لقيت المفتاح على شجرة. أقول up on the tree، أعلى الشجرة اللي موجودة باللعبة. اللي بعدها what happened when she picked up the key؟ ماذا حدث عندما التقطت المفتاح؟ شنو اللي صار؟ اللعبة انتهت. The game، اللعبة finished، اللعبة انتهت. أو أقدر أستخدم جواب آخر، إيش أقول؟ أقول she won the game، فازت باللعبة لما التقطت المفتاح. أقدر أجاوب جواب آخر، إيش أقول؟ أقول the words game over has appeared and on the screen، ظهرت عبارة game over على الشاشة عندما التقطت المفتاح. اللي بعدها how does Carrie answer her dad's question؟ كيف جاوبت على سؤال أبوها؟ أبوها من سألها قالها هل استمتعتي باللعبة؟ شلون جاوبته؟ احنا قلنا هي ما تقدر تتحدث، شلون إذا جاوبت أبوها لما سألها هذا السؤال؟ أقول she types a message، طبعت أو كتبت رسالة using her eyes، مستخدمة عينيها. شلون طبعت الرسالة؟ عن طريق عينها، طلعت الكيبورد واختارت الحروف بعناية وببطء. هذه الحروف اللي اختارتهن طبعت من خلال الرسالة، قالت لي يا استاذ
I've just been to the jungle. لقد ذهبت إلى الغابة. إذن هذا ما يخص تمرين رقم واحد اللي موجود صفحة 83. سجلوا عليه تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يجي أحد هذه الأسئلة بالسؤال المخصص للقصص الأدبية. ننتقل إلى تمرين رقم 2. يقول لي make your own notes to the story. أعمل ملاحظاتك الخاصة عن القصة. هسه شو يقول لي؟ يقول لي title. شنو عنوان القصة؟ عنوان القصة هو carry in the jungle. carry في الغابة. Why I like the Dagger story. كالعادة مثل ما تعودنا بالدروس السابقة أو باليونتات السابقة. هل أحببت القصة؟ تقول مثلا I like the story. نعم لقد أحببت القصة. لتوضح له شنو سبب حبك للقصة؟ أو قل له I don't like the story أو I didn't like the story. لم تعجبني القصة. ليش ما حبيت القصة؟ كذلك توضح له السبب. Any new words. الكلمات الجديدة تعلمتها من خلال هذه القصة. تعلمنا عدة كلمات من خلال هذه القصة. على سبيل المثال كلمة jungle. jungle معناها غابة. key معناها مفتاح. wheelchair معناها كرسي متحرك إلى آخره. الطلاب يكتبون أن الكلمات اللي ما كانوا يعرفوها سابقاً وتعلموها من خلال هذه القصة. كذلك هذا نشان صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الآن ننتقل إلى شوف أنا منطيني project. شو معنى project؟ معناها مشروع. المشروع إنه هو عبارة عن نشاط لاصل فيه. هذه أول مرة نأخذها أو لا إحنا أخذناها سابقاً بالنهاية اليونت الأول، نهاية اليونت الثاني ونهاية اليونت الثالث. بنهاية كل يونت أكو project. project معناها مشروع. شنو الفكرة من المشروع؟ المشروع هو يعطيك نشاط لا صفي من الممكن أن تسوي بوستر وتأخذ هذا البوستر للمدرسة يعلقوه بالفقرة المخصصة للنشاطات اللا صفية. إذا كان هذا النشاط جيد من الممكن الأستاذ يحسب لك عليه درجات كنشاط لا صفي. فهو شنو الفكرة أنا أقول لي؟ يقول لي make a poster about places you've visited. سوي لي بوستر عن الأماكن اللي أنت زرتها سابقاً. things you've done. أشياء فعلتها. places you want to visit. أشياء أو أماكن تريد زيارتها. and things you want to do. أشياء تريد فعلها. make notes. وسوي لي ملاحظات. يعني مثلاً على سبيل المثال الطالب شو يقول؟ يقول أنا رحت فرنسا سابقاً. أنا رحت فرنسا. فيجيب مثلاً كصورة تعبيرية عن فرنسا يخلي برج إيفل أو اللوفر متحف اللوفر في باريس إلى آخره. يخلي صورته ويقول أنا ذهبت إلى هذا المكان، هذا المكان كان ممتع، أكلت فلان شيء هناك. يخلي أكلات اللي أكلها بهذا البلد المعين ويقول أنا أكلت هذه الأكلة بذاك البلد وكانت الأكلة لذيذة إلى آخره. مجرد يعطي بوستر أو يعتبر كنشاط لا صفي يخلي بيه الأشياء اللي سواها، الأماكن اللي زارها أو الأماكن اللي يرغب بزيارتها، الأكلات اللي أكلها إلى آخره، الرياضات اللي مارسها إلى آخره. يسويهن على شكل بوستر وهذا البوستر ياخذ المدرسه يعلقوه ويعتبر كنشاط لا صفي من الممكن الاستاذ يعطيك عليه درجات. اذا هذا غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا انه درس بسيط جدا عباره عن قصه. هذه القصه وضحنا مفرداتها قرناها بداخل الصف. الاستاذ راح يختار مجموعه من الطلاب يقرون هذه القصه وراح يسالهم الاسئله السؤالين اللي موجوده في كتاب الطالب كنشاط صفي كتحضير يوم داخل الصف وراها يحلون الاسئله المتعلقه بها. وقلنا انه هذه الاسئله للحفظ لانه ممكن تجيك في الامتحان التحريري. حاولوا تسجلون هاي الحلول بالدفتر او كتاب النشاط وتحفظوها على مود يفيدكم. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجوده في الفيديو في الوصف.